مسيكم بالخير. شايفين وراي العلم الأمريكاني واللبناني والإسرائيلي، وشايفين على صدري العلم الأمريكاني والأوكراني والإسرائيلي. نحن دعاة سلام، وبالسلام فينا ننجح. هالفيديو موجه لميشيل عون والسليمان فرنجي والجبرون بيسيل. أيها الخونة يلي بعتوا وطنكن تيطلع لكم، اذبحتوا العجل اللي اسمه لبنان، تعتيتوا لأبشع نظام بتاريخ الكرة الأرضية، نظام جاليجولا بيت حافظ الأسد بسوريا، ونظام جاليجولا نظام الإيراني بإيران ممثل بحزب الله بلبنان. ليش عم بعمل هالفيديو؟ تيحكي بسرعة مشان اربح الوقت، لأنه مبارح المساء بتصل بشخص بيقول لي أنا بحتشيت في عرس بحتشيت وعم بتفرج على هالسما الحلوة الجران كانيون وادي النوبين بهالأرض، وبتشوف هالجبال حويلك حتى بتشلع عينك منشوف ضيعتك اهدن الجبال تبعي. قلت لكين اعمل لهالعملة اللي خونه، لانه ميشيل عون هاجم على المنطقة المسيحية تيبيض وجهه مع حافظ الاسد، وكان كل يوم بما انه الزلمة عم بيحكي معي بحتشيت كل يوم يحملوا جتين ثلاثة من شباب حتشيت هيدي هالضيعة المهمة البطولة اللي ضحت من أجل لبنان أجيال بأجيال بأجيال، يحملوهم بعمر الورود لتاريخ ما وقفوا القتال. كل يوم قاتلين ثلاث شباب أو شبابين اثنين مقتولين برصاص الغدر والعمالة والسفالة تبع ميشيل عون. لذلك إلى ميشيل عون وجبرون بيسيل وسليمان فرنجية، اجتمع معظم الموارنة في لبنان بين القرنين السادس والسابع بعد الحروب اللي اندلعت بين الفرس والبيزنطيين وبين البيزنطيين والعرب. ما راحوا الموارنة شرقا بسبب في وجود مملكة اسمها بني أمية وبني عباس، وما راحوا شمالا لوجود أمبراطورية بيزنطية. ما بقى قدامهم إلا جبل لبنان اللي شايفينه اللي كان امتداد لمسقط رأسهم بسوريا. دخلوا لبنان تابعين ضفاف العاصي نهر العاصي حتى الهرميل، ومن هونيك من الهرميل تسلقوا الجبل وسكنوا جروده العالية المهملة، وامتدوا فيما بعد جنوبا فسكنوا جبل الشيخ. ليش هيك؟ لأنه الحرية بقلب من جوا. المواقع اللي سكنوها بالجرود، جرود لبنان يعني، كانت أوكار للصقور، يأكلوا لهم أولادهم، يأخذوا لهم أطفالهم، يأخذوا لهم المواشي تبعهم، ومغاور للوحوش. يعني يفوتوا تيفوتوا بهالبرد هيدا القاسي تيفوتوا على الكهف في موجود الوحوش تاكلهم، تاكل المواشي تبعهم، تهجمون. ما لم يقرأ في كتب التاريخ أنهم جاءوا يا سليمان فرنجي ويا جبرون بيسيل ويا ميشيل عون إنن إجوا فاتحين أو غاصبين. حزب الله وحافظ الأسد فاتح علينا فاتحين وغاصبين. تح عليكن سيفلين ما فيكن أخلاق، بل جاءوا مشردين، ولأنهم أحبوا الحرية اعتصموا في معاقل صعبة المنال. استمروا جماعة فقيرة طوال عصورهم، لا سند لهم ولا معين. يا حرام عليهم.
وسكت التاريخ عن الموارنة 5 قرون، 500 سنة يعني. أيها العملاء ضد الوطن وضد الموارنة، 500 سنة وهني عم بيتعذبوا بالجبال، ما حدا كتب عن كلمة. هي القرون الأولى في لبنان ولم يذكر سطر واحد بخط يدهم قبل القرن 11، يعني 500 سنة ما حدا عارف من إنه. الأرض، إن أعظم سيرة صمود لهم كانت سيرة الصمود في وجه الطبيعة، كانت في البدء عداوة مع الطبيعة ثم تحولت إلى علاقة وسيرة حب عظيم، وأصبحت الأرض للمارونة هي المرأة والأم والزوجة والابنة الحبيبة، هو الذي جاء يتيما. فكان هناك زواج بين المارون والأرض، وهو زواج مارون أي لا طلاق فيه. اليوم بيطلق وبيقول لك أنا مارونة مارونة. هذه النظرة إلى الأرض كانت شيئا جديدا جاء بها المارون إلى الشرق، فالشرق حين ذاك كان لا يعرف في نظرته إلى الأرض إلا النظرة البدوية أو النظرة الأمبراطورية. الأرض، فالأرض هي شجرة العائلة المارونية، وكما افتخر شعراء الجاهلية بأنسبائهم، أدخل الموارنة إلى الأدب تراثا جديدا هو التغني بالأرض بهوائها وترابها. هذه النكهة الفريدة رسمت في عمق شعورهم وفي صلواتهم، وحين يكتب جبران أيتها الأرض أو أمين نخل المفكر الريفية أو أبو شبكي الأماكن أو صلاح لبكي من أعماق الجبال، فهؤلاء لا يقفون على أطلال بل يطلون من هناك إلى عمق الحياة وأبعادها. تفه عليكن عملاء لأبشع أنظمة بتاريخي وكن تزلوا المورنة، يعني بالشوم عليكم. والأرض هي شريكة الفرح والأسى، يأكلون أولادنا الحيوانات، يأكلون المواشي. تعرف الحياة، تعرف الحياة والموت، وكان يسمونها الرزق، وكأنما ترابها هي القوت، وسمونها ملكا تخول صاحبها وهو فلاح من الجبل أن يقابل ويعادل نفسه بالسلطان في إسطنبول، لأنه هو أيضا سلطان ولو مخفي. مع هذه النظرة الجديدة إلى الأرض استقدم الموارنة نظرة أخرى جديدة هي الوطن. لقد مهدوا الأرض لتصبح وطنا. بوقف هون وبقولكم بعدين الوطن، مش هلو بغير فيديو. خواني خنتوا وطنكم وبتتأمروا تتقتلوا مارونة، ما بدي أقرلكن أكتر. هديك جايب فريد هيكل الخوزن وهديك جايب ندى البستينة، وبدني ركعوا المورني على إجريهم، هي أكبر منكم بكتير وجاي الأيام تثبت الحديث. بخاطركم